بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة من الصعب جدا أن يتحدث الإنسان بعد ثلاث مداخلات ثقيلة، لكن إن شاء الله ما لا يدرك كله لا يدرك كله إن شاء الله، وفي وقت القيلولة يعني صعب جدا، لكن أسأل الله أن يوفقنا. أولا يعني أنا أكبر في الحاضرين هذا الإقبال، هذا الإقبال في عدد الحضور، جزاكم الله خير في ظروف نعيش فيها نوعا من العزوف ونوعا من الإعراض عن مثل هذه التظاهرات والمحاضرات والندوات التي تقام، سواء كان أقيمت في القاعات أو في المساجد. نعم، هذا إقبالكم هو أعتبره ثمرة لإصلاح مستمر متواصل في رأس الواد لأناس يعملون منذ سنوات. فلعل الله سبحانه وتعالى نظر إليهم بعين الرحمة فوفق إلى مثل هذا الحضور وهذا الإقبال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم كل خير إن شاء الله، لأن المؤمن هو في الحقيقة الإنسان لما يؤمن بالله سبحانه وتعالى كما تفضل الأستاذ بدر الدين، الإيمان من مقتضياته أن يصبح الإنسان مصلحا. الإيمان إذا آمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى وآمن بالإسلام وآمن بأركان الإيمان، تلقائيا الإيمان يورث أن يجعل الإنسان مصلحا. يقول صاحب الضلال، يقول الإيمان حقيقة إيجابية متحركة، ما أن تستقر في الضمير حتى تتحول إلى عمل صالح ودعوة إلى الله. الإيمان حقيقة إيجابية متحركة، ما أن تستقر في الضمير حتى تتحول إلى عمل صالح ودعوة إلى الله. فإن لم يكن، يقول فإن لم يكن، فإما أن يكون الإيمان مزيفا أو ميتا أو غير موجود. فإذا بمجرد أن يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بهذا الدين يحوله، يحدث فيه تحول نحو أن يصبح مصلحا، ليس صالحا لنفسه فقط بل عمل صالح ودعوة إلى الله. وضرب صاحب الضلال المثل بهدهد سليمان الذي آلمه أن يرى أناسا يشركون بالله، فجاء بالتقرير إلى سليمان عليه السلام، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. كذلك المؤمن عندما يؤمن إنسان بالله سبحانه وتعالى ثمرة الإيمان هي العمل الصالح بل الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله أساس الإصلاح، أساس الإصلاح. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، الثمرة الثالثة إنا لا نضيع أجر المصلحين. كأن الترتيب مقصود، كلما تمسك الإنسان بالكتاب يمسكون، نعم، وأقام الصلاة، ثمرة ذلك كله هو أن يصبح الإنسان مصلحا.
فإذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى من مقتضياته التلقائية أن يصبح الإنسان مصلحا، وإذا أصبح الإنسان مصلحا أصبح لديه ذاتية التحرك نحو الخير، نحو الصلاح ونحو العمل الصالح، فنصبح كشباب أهل الكهف نلتقي تحت نلتقي في هذه القاعة تلقائيا دون أن يدفعنا أحد للحضور، ذاتيا كثير منا ربما جاءوا ذاتيا للحضور دفعهم إيمانهم ودفعهم التقاؤهم ومحور يجمعنا كلنا في هذه القاعة كما جمع التوحيد شباب أهل الكهف، فالتقوا تحت الشجرة دون أن يتفقوا ودون أن يتواعدوا. نعم. فقال الله فيهم إذ قاموا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذ قاموا، قال صاحب الضلال، قال القيام دليل الحركة، فالإيمان يدفع الإنسان إلى الحركة إلى الفعل إلى الموقف. الإيمان يقتضي مني أن أتخذ موقفا، أن يكون لدي موقف، موقف من هذا الحدث، موقف من هذه الفكرة، موقف من هذا التوجه، موقف من هذا الواقع. نعم، قد يكون الشعور بالخطر، قد يكون رفض الواقع، قد يكون حسن التأسي لتغيير ذلك الواقع، كل هذا من مقتضيات الإيمان الذي يدفع الإنسان إلى الحركة واتخاذ الموقف، فالإيمان من ثمراته الموقف. نعم. إذا كان الإصلاح، نعم، إذا كان الإصلاح هو ثمرة الإيمان، ثمرة تلقائية، ما هو الإصلاح؟ ربما أذكر ببعض المعاني التي اعتبرها من الأبجديات، من الأبجديات، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى أن نذكر ببعض البديهيات وبعض الأبجديات، لأننا في ظروف الغفلات وفي خضم العمل اليومي والصراع والمعارك وما إلى ذلك قد نغفل عن هذه البديهيات وهذه الأبجديات. علماؤنا يعرفون الإصلاح فيقولون الإصلاح التغيير الشامل والعميق إلى الأفضل بالتدريج، هذا التعريف الأول، أظنه للدكتور محمد عمار في بعض. نعم. التعريف الثاني الإصلاح، الإصلاح الانتقال بالحياة، الانتقال بالحياة بحياة الناس إلى درجة أرقى، إلى درجة أرقى في سلم التطور الإنساني، هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث للإصلاح، لأن الإنسان إذا أراد أن ينضم إلى قائمة المصلحين، إذا أراد أن ينضم إلى مشروع إصلاحيين، ينبغي أن يكون لديه رؤية واضحة أولا، ما هو الإصلاح، ما نوعية الإصلاح الذي أبحث عنه الذي نريده. يقول التعريف الثالث الإصلاح هو التغيير المبرمج المتدرج الشامل والعميق المنبثق من الوحي الإلهي، المنبثق من الوحي الإلهي بلسان العصر ووفق الممكن والمأمول مع مراعاة الأولويات لمواجهة التحديات ودفع الأخطار والوصول بالأمة إلى السعادة. ثلاثة تعريف للإصلاح تضع أمامنا تصورا للإصلاح الذي ينبغي أن ننشده وأن نصبو إلى تحقيقه. هذا الإصلاح الذي نتحدث عنه، تحدثنا على أن الإصلاح ثمرة،
ثمرة أو أن أكون مصلحا ينبغي أن تكون ثمرة إيماني كفرد كإنسان، لأن هناك ثلاث أنواع من الإصلاح: إصلاح فردي على مستوى الأفراد، إصلاح جماعي، وإصلاح جماهيري عند العلماء. إصلاح فردي، كل فرد يصلح نفسه وينضم إلى بيئة تساعده على إصلاح نفسه. أصلح نفسك وادعو غيرك. نعم، هذا كفرد كإنسان. ثم هناك إصلاح جماعي. جماعي، كلما كنت في جماعة من المصلحين كلما ساعدني ذلك على أن أبقى مصلحا وأن أستمر مصلحا. ثم الإصلاح لكي ينجح، لكي نضمن له النجاح، أنا أتحدث عن ضمانات الإصلاح، لكي نضمن له النجاح ينبغي أن تتبناه الأمة التعبئة الجماهيرية للإصلاح. هذا هو الإصلاح الجماهيري. لما يكون عندي مشروع إصلاحي ينبغي أن أحاول أن أشرك الأمة في هذا الإصلاح. طيب، أتجاوز بعض الأفكار لأتحدث عن هذه الضمانات التي أقصد بالضمانات، الضمانات التي ينبغي أن نوفرها لينجح الإصلاح. الضمان الأول: كل إنسان يريد أن ينضم إلى مشروع إصلاحي، كل إنسان، كل مؤمن يريد أن ينضم إلى مشروع إصلاحي ينبغي أولا أن يترك حظوظ نفسه خارج القاعة، خارج المشروع. إذا دخلت إلى مشروع إصلاحي أو إن انضممت إلى جمعية أو إلى هيئة إصلاحية أو إلى مؤسسة إصلاحية ينبغي أن أكون قد تخلصت من حظوظ نفسي وتركتها خارجها. إذا دخلت بحظوظي النفسية بطمعي بأنانيتي ربما ببعض الأمراض التي سأشير إليها، نعم يمكن أن يؤثر ذلك على سير هذه العملية الإصلاحية. هذه مسألة مهمة جدا في الإصلاح لكي نضمن نجاحه. خالف نفسك بخطوة يحصل لك مقصودك، كما يقول المربي الكبير إمام أبو علي الدقان. كثير من أمراض، كثير من الآفات التي تصيب الحركات الإصلاحية، نعم عندما نتفحصها جيدا، أنا لا أتحدث من منظور ما كتب في الكتب أو من النظريات، أتحدث من واقع، من مساهمة متواضعة في الساحة الدعوية منذ أكثر من 40 سنة. إذن كثير من الآفات التي تصيب العمل الإصلاحي أو مشروع إصلاحي ما نجد أنه بسبب مرض في النفس. إذا كان علماؤنا يقولون آخر عيب يخرج من الصالحين حب الزعامة. إذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول ما أحب أحد الرئاسة إلا وأحب أن يذكر غيره بالنقص ليتميز هو بالكمال. إذا كان مربونا وعلماؤنا من السلف يقولون هذا، نعم معناه أن العمل الجماعي، العمل الإصلاحي الجماعي من الآفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى تعطيله أو تراجعه أو انحرافه عن أهدافه الإصلاحية. المسألة الأولى هي هذه النفس الأمارة بالسوء. ثانيا، من ضمانات نجاح الإصلاح التخلص من القابلية للانقسام، التخلص من القابلية للانقسام. يعني يؤسفنا في كثير من الأحيان أننا نستبشر خيرا بميلاد مؤسسة
أو ميلاد هيئة أو ميلاد جمعية، نعم، أو ميلاد عمل مشروع معين، لكنك بعد فترة، نعم، تسمع بأن هذا المشروع تعرض للقابلية للانكسار. بس تؤدري لماذا نحن الذين نصاب بهذا الداء كثيرا وللأسف الشديد. جمعية وطنية، جمعية وطنية تسأل عنها بعد فترة يقول لك لا، انقسموا إلى ثلاث جمعيات إلى أربع جمعيات، حزب إسلامي ولا حزب إصلاحي، يا سيدي حزب إصلاحي يقول لك لا، انقسم الحزب إلى حزبين ربما إلى ثلاث أحزاب، لو كان إلى 60 حزب نقول في مشكلة كبيرة. نعم هذا هو. ولهذا قابلية للانقسام، كل إنسان ينضم إلى مشروع إصلاحي إذا ترك حظوظ نفسه خارج القاعة أو خارج المشروع، خارج ذلك العمل الجماعي، يكون ذلك أسلم لذلك المشروع الإصلاحي. الداء الثالث والخطير الذي لا نضمن به نجاح المشروع الإصلاحي، القابلية للاستغلال. القابلية للاستغلال، وهو أن يتعرض المشروع الإصلاحي سواء كان الأمر على مستوى الأفراد أو على مستوى العمل الجماعي، أن يتعرض لأن يستغل، يعني يستغل العاملون في هذا المشروع لخدمة أجندة أو برنامج غيرهم، أو خدمة فكرة دخيلة عليهم، أو خدمة شخص معين، أو خدمة شخص معين، أو خدمة مذهب معين. نعم، وهذا القابلية للاستغلال جعلت حتى بعض العلماء يستغلون، أو بعض المشايخ يستغلون فيصدرون فتاوي يستغلون من خلالها لخدمة جهة معينة. وقد سجل القرآن الكريم ذلك العالم الذي استغل في خدمة الباطل، واتلو عليه من الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فإذا القابلية للاستغلال أيضا من الموانع أو من العراقيل في وجه ضمانات نجاح المشروع الإصلاحي، لأن كثيرا لأن بعض العاملين في أي مشروع إصلاحي، نعم، بعض العاملين في أي مشروع إصلاحي ربما يظنون بأنه عندما يتحرر من أخيه، أو ينقسم وينفرد بسبب داء في نفسه، بسبب مرض في نفسه، يظن بأنه تحرر. العكس، العمل الجماعي كلما كان مجتمعا، كلما كان موحدا، كلما الإصلاح خاصة الذي هو منهج قرآني، سيدنا موسى قال هارون وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الله تعالى في القرآن الكريم يقول لنا الإصلاح ليس ادعاء، ليس ادعاء، إصلاح صدق، تبني للإصلاح بصدق وإخلاص. شكون اللي دعوا الإصلاح؟ المفسدون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الإصلاح يقابله الفساد والإفساد كما تفضل الأساتذة. الفساد والفساد عمره ما يجيب الخير. نعم، سيدنا موسى قال السحرة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الفساد والإفساد اللي يقابل الصلاح والإصلاح عمره ما الفساد والإفساد يجيب خير ويجيب نتيجة. مستحيل يجي من الفساد يجي الخير ولا من الإفساد يجي الخير. الصلاح والإصلاح
هما اللي هما المصدر تاع الخير والمصدر تاع التنميه والمصدر تاع التقدم والمصدر تاع الرقي الانساني. نعم. ولهذا الله تعالى سبحانه عز وجل بين لنا هذا المعنى المهم في القرآن الكريم. إذن الذي يظن بأنه عندما ينقسم ويختلف مع أخيه أو ينقسم عن إخوانه أو ينفرد، نعم، ولو ظن أنه انفرد بأمر من الأمور بزعامة من الزعامات، ينبغي أن يعلم أنه كلما عمل الإنسان مع الجماعة كلما كان ذلك أدعى للتحرر والاستقلال الحقيقي. نعم. طيب أسرد قريب خمس دقائق ما شاء الله. طيب أسرد هذه الضمانات أيها الإخوة بسرعة، ولا أتحدث عن مسائل فرعية أخرى. واحد، يحتاج الإصلاح لنضمن نجاحه إلى أن نقرب فهم بعضنا، أن نقرب الفهم فيما بيننا للإسلام وللإصلاح. توحيد، ما نقولش توحيد الفهم، ربما أمر صعب، تقريب الفهم فيما بيننا باش ما تصرناش كين عميان اللي تلاقاو على الفيل، اللي قبض الفيل من رجليه قال لي لي فوق كي الشجرة، اللي قبض لي فوق من الذيل تاعو قال لي لي فوق كي الحديدة، اللي قبض الفيل من ودنو قال لي لي فوق كي الطبسي. كل واحد فسر الفيل بالجزء الذي أمسكه منه. نعم. الأمر الأول اللي يضمن نجاح الإصلاح هو نحاول أن نقرب فهمنا لديننا وللإصلاح فيما بيننا. ثانيا، الالتفاف حول المرجع. في التعريف ذكرت أن مرجع الإصلاح هو الوحي، القرآن، الدين. لا يمكن لأي إصلاح تحت أي شعار إن لم يكن مرجعه، إن لم يكن مرجعه لا ريفيرونس لو روبير، إن لم يكن مرجعه هو القرآن، إن لم يكن منطلقه هو القرآن، هو الوحي الإلهي، لا يمكن لهذا الإصلاح أن يؤتي الثمار المرجوة منه. ثالثا، يجب أن نفكر نحن الذين نتمنى أن ننتمي إلى المشروع الإصلاحي في الجزائر الذي بدأه علماؤنا رحمهم الله وأطال الله أعمار الأحياء منهم، يجب أن نفكر في إعداد الكفاءات، إعداد الكفاءات في شتى المجالات. مدرسة قرآنية، هل عندنا من الأساتذة؟ هل نستطيع أن نؤطر هذه المدرسة؟ إذا عندنا 400 طفل، 500 طفل، 1000 طفل، 1000 تلميذ، 1000 تلميذة، هل عندنا من الأستاذات والأساتذة ما يغطي تأطير هؤلاء التلاميذ؟ إذا كان المشروع مشروع التعليم والتربية الأكاديمية، مدرسة ابتدائية، مدرسة متوسطة، خاصة، ثانوية خاصة، جامعة خاصة، هل نملك أصحاب المشروع الإصلاحي من الكفاءات والأساتذة الذين يستطيعون أن يربوا لنا الجيل؟ هل الآن المساجد هناك من الولايات ما يوجد فيها عجز في الأئمة، بحيث عندنا في تلك الولاية التي يبلغ عدد المساجد فيها